بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على جزئية جديدة تخص الإيرسينج سيستم، وهي الإيكوبمنت إيرسينج. الإيرسينج في المحطة بيبتدي يتقسم أو بنقسمه لجزئين. الجزء الأول بيبقى اسمه سيستم جراوند. سيستم جراوند هو معني بتوصيل أو توصيل النيوترال بتاعة الماتيريال زي باور ترانسفورمر نيوترال بالإيرث جريد. ممكن يتم التوصيل ده عن طريق حاجتين، يا إما سلوت جراوند إن أنا أوصله دايركت بالإيرث جريد من خلال رود، أو إن أنا أعمله يتم توصيله عن طريق نيوترال جراوندنج ريزيستور اللي هي اسمها NGR، وممكن تسمى نيوترال إيرثينج ريزيستور NER. النوع الثاني بيبقى اسمه سيفتي جراوند. السيفتي جراوند المعني هو المعني بالإيرثينج بتاعت الإيكوبمنت مختلفة في المحطة، زي الباور ترانسفورمر، زي الجي اي اس، زي السويتش جير، زي الكنترول بروتكشن بانلز الى اخره. فهنا مثلا قدامي مثالين للسيستم جراوند والسيفتي جراوند. السيستم جراوند هنا هتلاقي زي الباور ترانسفورمر، هتلاقي هنا الجزئيه بتاعت النيوترال للباور ترانسفورمر بيتم توصيله دايركت برود، والرود ده منه بيكون موصل الى الايرث جريد، ده بنسميه سيستم جراوند. وهنا المثال التاني اللي قدامي يعبر عن السيفتي جراوند بتاع الجي اي اس، او هنا ال سي بانلز زيها زي الكنترول وبروتكشن بانل او السياس بانل الى اخره. بيتم توصيل البانل او الجي اي اس بالايرثنج سيستم عن طريق حاجه اسمها ايرثنج بار. الايرثنج بار دي بتكون موجوده في الديفرنت روم او موجوده في البيزمنت. هو عباره عن ستريب بار، ممكن يكون السايز بتاعه 50x6 مليمتر او 40x6 مليمتر. المهم ان السايز بتاعه ما يقلش عن مجموعه 240 مليمتر سكوير. البار ده بيتم وضعه في اي روم او في البيزمنت عشان انا ابتدي اوصل الايكوبمنت ب يلو جرين كوندكتور من كيبل من الايكوبمنت الى الارث بار، ومن الارث بار الى الارث جريد. هنا الستاندرد اللي هي تي اس بي 119.10 قالت لي ان انا ممكن ابتدي اعمل ارثنج للايكوبمنت، ان هي قسمتها لي كاتيجوري بالشكل اللي قدامي ده، معتمد على نوع الماتيريال اللي انا هبتدي اقرضها والفولت كارنت بتاعت المحطة. فمثلا عندي هنا لو الفولت كارنت كان 40 كيلو امبير اند بيلو واقل من كده، فقال لي ان مثلا الستيل ستراكشر هيكون او هتم تقريضه عن طريق يلو جرين كيبل 240 ملي متر سكوير. طيب لو انا عندي الفولت كارنت بتاعت المحطة اكتر من 40 كيلو امبير، فقال لي انا هعمل تقريض عن طريق 2 كيبل في 240 ملم سكوير. هنا في حاجة اسمها الكومنتس دي حاطط لي فيها بعض النوتس. قال لي الستيل ستراكشر ده انا هعمل له تقريض at two locations diagonally opposite، بمعنى ان انا كل ستيل ستراكشر هتم تقريضه عن طريق two point connection point earthing connection point. كل واحدة منها هتبقى يا اما كابل 240 او كابلين 240 على حسب الفولت كارنت. يعني انا لو عندي محطة اكتر من 40 كيلو امبير، فاذا انا كده الستيل ستراكشر ده هتم تقريضه عن طريق 4 كيبل 240 ملم سكوير. كل كونكشن بوينت هيبقى فيها 2 كيبل 240 ملم سكوير. نفس الفكرة هنلاقي مثلا حاجة زي الباور ترانسفورمر تانك والرياكتور تانك، نفس الفكرة بالظبط، ان انا هبتدي اقرضه عن طريق 240 ملم سكوير اذا كان فولت كارنت 40 كيلو امبير اند بلو، وان انا بكابلين 240 ملم سكوير برضو نفس الكلام تو لوكيشن دايجنال اوبزيت. يعني ان انا بقرضه من نقطتين في البودي مثلا بتاعت التانك او البودي بتاعت الترانسفورمر او الستريت ستراكشر، ويكون النقطتين دول دايجنالي يعني بشكل قطري، يعني من نقطتين مختلفتين بشكل قطري. هنا برضو نفس الكلام، هذا بيتكلم على ايكور سيريز رياكتور، نيوترال جراوند ريزيستور، سيركت بريكر لو انا عندي سيركت بريكر او دور مثلا، ديسكونكتور سويتش الى اخره. هتلاقي في عندي تيبل اسمه 10 3
مقسم الماتيريال بالشكل دوت، كل تقريبا الماتيريال اللي ممكن تكون موجودة في السبستيشن، وبيتم تعرضها بكابل السايز بتاعه كام. هنبتدي ناخد مثال مثلا عندي زي الباور ترانسفورمر. الباور ترانسفورمر ممكن كمكونات بتاعته هيبقى فيه تانك، يبقى فيه راديتور، ممكن يبقى فيه مارشن كيوسك او لوكال كنترول بانل خاص بالباور ترانسفورمر، هتلاقي فيه النيوترال بتاعه، هتلاقي فيه البودي بتاع الترانسفورمر، ممكن تلاقي فيه الراديتور. كل حاجة من دي لازم بيتم التقريب بتاعها. الباور ترانسفورمر او سويتش جير او الجايس او اي ماتيريال تانية، المصنع بتاعها بيبقى محدد نقاط معينة في الجسم الايكوبمنت. النقطة دي بتبقى كونكشن او ايرثنج بوينت، هو مجهزها بحيث ان انا دايركت هوصل الكيبل منها الى الايرث جريد عن طريق رود او عن طريق الايرث بار اللي احنا اتكلمنا عليه. فهنا مثلا الباور ترانسفورمر تانك قال لي لازم يكون له سيفت جراوند، احنا اتفقنا السيفت جراوند الخاص بالايكوبمنت ايرثنج at two points diagonally opposite to each other. يعني انا هبتدي اقرب الباور ترانسفورمر تانك ده، هوصله ب تو كيبل، التو كيبل دول هيكون 240 ملي متر سكوير، دول هيتوصلوا طبعا زي ما احنا اتفقنا بالارث بار، ومن الارث بار هيتم توصيلها بالارث جريد. عندي النيوترال بتاع الباور ترانسفورمر، وهنا قال لي شال بي جراوندد از بير ترانسفورمر سبيسيفيكيشن اللي هي 53.01 الفيجن 2 دي خاص بالباور ترانسفورمر. عندي النيوترال ممكن يتقرض بكذا طريقة. أول حاجة لو أنا عندي ترانسفورمر الريت بتاعه أو الفولت كارنت سبستيشن بتاعته 40 كيلو أمبير، فقال لي أنا في الحالة دي الهاي فولتج سايد ممكن يتم تقريضه عن طريق بيجيب بارة، البارة دي بتكون متوصلة بجسم المحول عن طريق متثبتة عليه عن طريق انسوليتور، والبارة دي متوصلة ب النيوترال بوشنج بتاعة المحول، وكل ده جاي مع الباور ترانسفورمر. انا كل اللي بعمله ان انا بوصل البار دوت عن طريق كيبل تاني 240 ملم سكوير بالارث بار او بالارث رود اللي احنا اتكلمنا عليه، ومن الارث رود ده بيكون كونكتد مع الارث جريد. هنشوف طبعا صورة دلوقتي وديتيل بتوضح التوصيلة دي. عندي اللو فولتج او ميديوم فولتج سايد بتاع الباور ترانسفورمر بيتم تقريضه في الغالب عن طريق حاجة اسمها NGR أو Neutral Ground Resistor. النيوترال جراوند ريزيستور دي بوصلها بالنيوترال بتاع الباور ترانسفورمر عن طريق كيبل 600 في الغالب برضه 630 ملم سكوير، وبعدين من النيوترال جراوند ريزيستور بيتم توصيلها بالإرث جريد. في عندي برضه نفس الفكرة بالنسبة للراديتور، بالنسبة للكيبل ترمينيشن بوكس بتاعة الباور ترانسفورمر برضه بيتم تعريضها عن طريق تو كيبل دايجنالي اوبزيت من ديفرنت لوكيشنز، بيكون بكابل 240 ملم سكوير. باور ترانسفورمر نفسه بالظبط هتلاقي الرياكتور برضه نفس الكلام، ان انا بوصل البودي بتاعت الباور ترانسفورمر او الرياكتور برضه بتو كيبل من ديفرنت لوكيشن. الديفرنت لوكيشن دي بيكون دياجونالي يعني بشكل قطري، يعني في زاويتين مختلفتين من الباور ترانسفورمر، وبيكون الكيبل 240 ملم سكوير، بوصلها بالارث بار الموجوده في المنطقه او الاريا بتاعت الباور ترانسفورمر او الرياكتور، ومنها الى الارث جريد. هنا هلاقي ده ديتيل او شكل للباور ترانسفورمر. هنا ده تيبل موضح النقاط دي 1 2 3 وهكذا. النقاط دي موجوده هنا على الباور ترانسفورمر بحيث ان نعرف النقطه دي تمثل ايه. فهنا هلاقي مثلا نقطه رقم 1 هنا بيتكلم على الريل اللي الباور ترانسفورمر ويل او العجل بتاع الباور ترانسفورمر واقف عليها، دي برضو بيتم تعريضها بكابل 240 ملم سكوير. رقم 2 مثلا الترانسفورمر بودي بتاع الباور ترانسفورمر جسم المحول نفسه بيتم تقريضه عن طريق النقطتين دايجنالي زي ما قلنا بيكونوا عكس بعض دايجنالي، يعني مثلا النقطة زي اللي انا شايفها دي والمقابلة ليها من الناحية التانية هنا هنا كده بس من الناحية التانية، فدي ده معنى كلمة دايجنالي. فهنا بلاقي ان برضو التقريب بتاعه بيكون عن طريق كيبل 240 ملم سكوير وهكذا. هبص الاقي ده كل النقاط اللي ممكن ان انا اتم تقريضها في الجسم المحول، سواء جسم المحول او الراديتور او التانك او النيوترال او الريل بتاع المحول او حتى المارشنج كيوسك بتاع المحول او اسمها لوكال كنترول بانل اللي هي البانل دي رقم 5.
دي بيتم تقريرها عن طريق كابل 120 ملي متر سكوير. لو المحول ده فيه مثلا لادر جنبه برضو بيتم تقريره عن طريق كيبل 50 ملي متر سكوير وهكذا. كل الكيبلز اللي انا بستخدمها عشان تقريض الايكويبمنت بتكون كيبل يلو جرين كيبل، بيكون طبعا لها شكل مميز ومعروف. هنا ده جزء بيبين النيوترال بتاع الهاي فولتج نيوترال بتاع الباور ترانسفورمر، ادي النيوترال بوشنج. النيوترال بوشنج ده متوصل بالحاجه اللي هي شكلها غامق شويه دي اسود، ده بيبقى بار متوصل بالبوشنج متثبت على الباور ترانسفورمر بودي عن طريق انسوليتور. وبعدين من البار ده ببتدي اعمل كونكشن بكيبل 240 ملي متر سكوير، وممكن يكون اكتر حسب ما الاستشاري ممكن يتفق معايا. هيكون مثلا كيبل 240، في بعض الاوقات كان بيطلب ان هو يكون 400 ملي متر سكوير وهكذا. وبيتم توصيل البوشنج او الكيبل ده بالبار وبارث رود، ومن الارث رود بيكون كونكتد مع الارث جريد. هنا برضو هتلاقي الشكل تاني بيوضح البوشنج بتاع الهاي فولتج بوشنج بتاع الترانسفورمر، وادي البار اللي احنا اتكلمنا عليه، وادي الانسوليتور. كل حاجه زي البوشنج والبار والانسوليتور ده جزء من المحول، بيجي مع المحول من المصنع. وبعدين بيكون مجهز لي التيرمينال دي بحيث ان انا هوصل بس بيها التو كيبل اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم 240 ملي متر سكوير. هيبتدي توصيلهم بالارث بار الموجود في هيتم توصيلهم عن طريق الرود دوت يتم توصيله بالارث جريد. ده شكل برضو مرسوم يوضح سايد فيو، بيوضح التفصيله بتاعه النيوترال ايرثنج دي. ده البوشنج وده البار اللي احنا بنتكلم عليه، ده الانسوليتور، ودي توصيله الكيبل بين البار والرود، ومن الرود بيتوصل بالارث جريد. في جزئية تانية في البار ترانسفورمر اسمها تيرشل وايندنج، لو هي موجودة في البار ترانسفورمر بيكون برضو الديتيل دي جاية جاهزة جدا كده من المصنع بتاع البار ترانسفورمر. بيكون في اتنين بوشنج بالشكل ده، والاتنين بوشنج دول بيكون متوصلين ببار زي اللي شفناه من شوية في حالة الهاي فولتج نيوترال بوشنج. وبعدين في نهاية البار ده انا برضو بوصل عن طريق كيبل 240 ملي متر سكوير بالرود الموجود في عندي في الشبكة، والرود ده بصفته بيكون متوصل بالإرث جريد عشان يكمل الكونكشن مع الإرثنج سيستم. دي ديتيل تانية أو دي صورة تانية بتوضح تقريض بتاع البودي بتاع الباور ترانسفورمر. هتلاقي برضو زي ما قلنا إن الباور ترانسفورمر سبلاير أو مانيفاكتشرر بيكون موضح لي أو محدد لي نقاط معينة أنا هوصل من خلالها الإرث كيبل بتاعي بجسم الايكوبمنت او باي جزء تاني في الايكوبمنت زي التانك زي الراديتور زي اللوكال كنترول بانل زي البوشنج الى اخره. فلاقي ده اليلو جرين كيبل بتاعي متوصل بالباور ترانسفورمر، وبعدين المفروض ان هو هيروح بعدين على في هنا في المنطقه دي ممكن يكون موجود ايرث بار، والايرث بار ده بيكون متوصل بالايرث جريد. ده دي ديتيل بتوضح الريل بتاع الباور ترانسفورمر اللي الويل بتاع الباور ترانسفورمر بيكون واقف عليها، وبيتم توصيل برضو الريل دي بالكيبل اللي هو 240 ملم سكوير بالبار اللي موجود بيبقى موجود في الاريا بتاعت الباور ترانسفورمر ومنه الى الارث جريد. في برضو قدام البار ترانسفورمر في الغالب بيكون في حاجة اسمها كراش بارير. كراش بارير دي زي مثلا اللي موجودة في الباركينج، بيكون في بوست بالشكل ده، عمود بالشكل ده، متوصل وفي واحد تاني جنبه وهكذا، بيكون متوصل بينهم بسلسلة. الجزء ده بيكون موجود في المنطقة اللي هي حوالين البار ترانسفورمر أو في المنطقة اللي قدام باور ترانسفورمر لو هي دي المنطقة الأوبن بس أو مفتوحة قدام باور ترانسفورمر. برضو الكراش بارير دوت لازم ان انا بعمل له ايرسنج. فادي هنا التيرمينال لوج دي موجوده على الكراش بارير، ومن التيرمينال لوج دي ببتدي اعمل كونكشن بكيبل 50 ملي متر سكوير. الكيبل دوت ببتدي اوصله بالارث جريد او بالارث بار الموجود في الاريا بتاعت البار ترانسفورمر، ومن الارث بار بيتم توصيلها بالارث جريد. بعدين نشوف عندنا النيوترال جراوند ريزيستور او اسمها نيوترال ايرثنج ريزيستور او بنسميها باختصار NGR او NER.
احنا قلنا ان هي بيتم توصيل ال NGR دي بالميديم فولتج نيوترال بتاع الباور ترانسفورمر عن طريق كيبل 630 ملم سكوير. ده في الغالب بيكون كده ومذكور صريح في البروجكت تكنيكال سبيسيفيكيشن. بعد كده بيبتدي اوصل الريزيستور دي بالارث جريد عن طريق كيبل زي ده، ممكن يكون كيبل برضه 630 ملم سكوير. وفي جزئيه تانية في ال ان جي ار كبودي نفسه لازم برضو يتعمل له ايرسينج عن طريق تو كيبل دايجونالي برضو نفس الفكره، كل كيبل منهم بيكون 240 ملم سكوير. ويتم طبعا توصيل الارث او الارث كيبل ده عن طريق الارث بار، وبعدين من الارث بار للارث جريد. لو جينا مثلا شفنا الشنت كاباستور، الشنت كاباستور موجود عندي بيكون مكون من كذا حاجة. أول حاجة فيه بيكون مثلا لو نيوترال، بعدين ممكن يكون فيه أو بيبقى فيه الستيل ستراكشر اللي هو الكاباستور بانك محمول عليه. وفي جزئية تانية على الكاباستور بانك بتكون فيه سيرج أريستور. كل جزء من ده لازم يكون له إيرسينج. فمثلا لو هنشوف الستيل بتاع اللي هو الستيل ستراكشر اللي شايل الكاباستور بانك، نفس الستيل ستراكشر اللي اتكلمنا عليه قبل كده، فهنوصله ب تو كيبل، لكل كيبل فيهم 240 ملم سكوير كوبر كوندكتور. بيتم توصيله ب بالارث جريد. وهنشوف برضو تفصيل دلوقتي بتتكلم على السيرج اريستور بيتم توصيله بشكل ازاي. ده عندي السيرج اريستور. السيرج اريستور بيكون في كذا مكون له. اول حاجه السيرج اريستور بيكون له ستيل ستراكشر شايله. الستيل ستراكشر زيه زي اي ستيل ستراكشر تاني اتكلمنا عليه، هيتم تقريضه عن طريق تو كيبل من ديفرنت لوكيشن دايجونالي، تكون كل واحد فيهم 240 ملم سكوير. في على السيرج اريستور بيكون في حاجه اسمها سيرج كاونتر، وممكن يكون في حاجه اسمها ليكج كارنت انديكيتر ميتر. السيرج كاونتر ده بيتم توصيله بتيرمينال بوينت عند السيرج اريستور نفسه بكابل، يكون السايز او الريتد فولتج بتاعه بيكون 5 كيلو فولت. يبقى انا هوصل سيرج بالكاونتر، وبعدين هبتدي اوصل الكاونتر نفسه بالارث جريد عن طريق كيبل 200 تو كيبل، كل كيبل فيه 240 ملم سكوير، طبعا بيكون يلو جرين كيبل. وطبعا الكيبل ده بيتم توصيله بالارث الارث جريد او بالارث بار الموجود في الاريا بتاعت السيرج اريستور، ومنها للارث جريد. دي ديتيل بتوضح لو انا عندي ستيل بوست ازاي بقدر اعمل له ايرسينج. ستيل بوست، بوست بيكون بعمود ان هو يكون من الستيل، او جزء بيبقى زي الستيل ستراكشر. ودي ديتيل بتوضح الكونكشن، الجزئيه دي معموله بشكل اكبر شويه، فبتوضح الكونكشن بين الكيبل وبين الستيل ستراكشر. عندي بعدين في الاوكسيلري ترانسفورمر، او ممكن نسميه الستيشن اوكسيلري ترانسفورمر، وبعض اوقات بيسموه ستيشن سيرفيس ترانسفورمر. الستيشن سيرفيس ترانسفورمر بيبقى له برضو جزئيتين في الارسنج بتاعه. الجزئيه الاولى بتكون البودي بتاع الترانسفورمر نفسه، فبرضو نفس الفكره بيتم تقريض الجسم المحول المساعد عن طريق نقطتين برضو من ديفرنت لوكيشن، بيكون دايجونالي زي ما انا شايف هنا في الشكل، بيكون 240 ملم سكوير من النقطه دي ومن النقطه المقابله ليها دايجونالي. والجزئيه الثانيه اللي انا بعمل فيها ايرسنج للترانسفورمر هي النيوترال بتاع الاوكسيلري ترانسفورمر. نفس الفكره بالظبط، ان انا بيتم توصيل البوشنج بتاع الاوكسيلري ترانسفورمر ب جراوندنج رود، ومن الجراوند رود دوت بيتم توصيله بالارث جريد. في حاجة عندي تانية اسمها رينج مان يونت. الرينج مان يونت دي بيكون الوظيفة بتاعتها ان انا اعمل كونكشن بين السويتش جير، الميديم فولت سويتش جير والاكزور ترانسفورمر. الرينج مانيوال دي بيكون في الغالب بيكون فيها سكين، ثلاث سكاكين، اتنين يكونوا انبوت وواحده بتكون اوتبوت. الاتنين انبوت دول بيكون متوصلين دايركت مع الميديم فولت سويتش جير، والاوتبوت بتاعها بيكون متوصل مع الانكمر بتاع او البرايمري سايد بتاع الاكزور ترانسفورمر. الرينج مانيوال البودي بتاعها برضو هو اللي بيتم تقريضه عن طريق
تو كيبل دايجنالي، يكون كل كيبل فيهم بيكون 240 ملي متر سكوير. في تاني جزئية برضو من الجزئيات المهمة والمختلفة عن اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، تقريبا احنا اتكلمنا على كل او معظم الماتيريال اللي بيكون اوت دور. عندي في بعد كده في السويتش جير، في كنترول، في بروتكشن بانلز، الاي سي دي سي بانلز، والكوميونيكيشن بانلز الى اخره، من كل البانلز اللي ممكن تكون موجودة في عندي في المحطة. فنفرض مثلا ان عندي بانلز بالشكل زي الصورة اللي قدامي دي، يكون المصنع حاطط في قلب البانل دي باسبار داخلي خاص بالإيرسينج. مجموعة من البانلز دول بيكونوا جنب بعض بالشكل دوت، فلو كان الشكل ده قدامي هو ده الموجود، فبيتم توصيل الإيرث بار اللي موجود جوه البانلز ببعضه داخليا، ومن بعدين من بداية ونهاية البانل، أول بانل وآخر بانل، بيتم توصيل أو من بداية ونهاية البار ده بعمل توصيله منه للإيرث بار اللي موجود في قلب الروم، يعني من الإيرث بار اللي موجود في قلب البانل للإيرث بار اللي موجود في قلب الروم نفسها اللي موجود فيها الماتيريال زي كنترول روم أو سويتش روم إلى آخره. ومن الإيرث بار الموجود في قلب الروم ده بيتم توصيل الإيرث بار ده بالإيرث جريد. هنا دي ديتيلة بتوضح الإيرث بار داخل البانل مع الكيبل. فعندي مثلا لو انا عندي الكنترول او ريلي بانلز، فبستخدم كيبل 95 ملي متر سكوير. الكيبل ده هعمله كونكت مع البار اللي موجودة جوه البانل، وبعدين في بارة تانية موجودة في قلب الروم نفسها، هنشوف برضو الديتيلة بتوضح ازاي التوصيل دي بتتم. ومن البار اللي داخل الروم ده بيتم توصيل مع الايرث جريد. السويتش جير او الاي سي او الدي سي بانل او اللايتنج بانل، بيكون الكيبل اللي انا هوصله بالارث بار بيكون 240 ملم سكوير. ولو انا عندي كنترول او ريلي بانل، بتبقى الكيبل كونكشن بيكون 95 ملم سكوير. وطبعا كل السايزات بتاعت الكيبل ديت بيكون اسبير التيبل اللي احنا شفناه في البداية. دي ديتيلة تانية بتوضح الكونكشن بتاع السويتش جير بانل. فمثلا لو انا عندي سويتش جير بانل زي ده، هتلاقي فيه بار جوه البانل، البار ده بعدين بوصله بالكيبل اللي هو 240، وبيكون في قلب تحت البيزمنت اللي هو موجود تحت السويتش جير، بيكون فيه بار متركب في السقف بتاع الغرفة بتاعت البيزمنت، وبيتم توصيل الكيبل ده من البار الموجودة جوه البانل مع البار اللي موجود في سقف البيزمنت بالشكل ده. ده سيكشن، السيكشن ده هيوضح لي شوية التوصيلة ممكن تتم ازاي. فلو انا عندي مثلا جي اس روم بالشكل ده، بيكون تحت الجي اس روم في حاجة اسمها بيزمنت. البيزمنت ده اللي هو المفروض بيكون مكان عشان احط فيه الارنجمنت للكيبلز او ان احط فيه الكيبل تريز. فبركب في الغالب بيكون في سقف البيزمنت، بيكون في الارث بار. الارث بار السايز بتاعه بيكون 50 × 6 مليمتر، او ممكن يكون 40 × 6 مليمتر. المهم ان السايز بتاعه ما يقلش عن 240 كتوتال. 50 × 6 بيساوي 300، او 40 × 6 240 ملم سكوير. فالارث بار ده بيكون متركب في تحت في الجي اس بيزمنت. فانا هجيب نقطه التأريض التيرمينال اللي هي جاهزه عندي في الجي اس اكوبمنت، وبعدين هبتدي اجيب كيبل اللي هو 240 ملم سكوير اوصله بالجي اس، ومن الجي اس للكيبل، ومن الكيبل للارث بار الموجود في البيزمنت، والارث بار بعدين بيبتدي بيتم توصيله بالارث جريد. هنا بنفس الطريقه دي في الجي اس ال سي سي هتم نفس الكلام. نفس الكلام هنا عندي لو سويتش جير روم، سويتش جير روم بيكون برضو تحتها بيزمنت، الاقي برضو الكونكشن عندي في بار ايرسينج بار موجود جوه السويتش جير بانل، بيتم توصيل البانل دي او الباره دي عن طريق كيبل 240 ملي متر سكوير، ومن الكيبل ده بيتم توصيله بالارث بار الموجود في البيزمنت. نفس الكلام هتلاقي في الكنترول روم او الكوميونيكيشن روم، او لو عندي اي سي دي سي اوكسيلري روم في المحطات اللي هي الاكس هاي فولتج، بيكون في عندي حاجه اسمها ريز فلور، اتكلمنا عليها في الجنرال ايكومنت لاوت ليكشر. بيكون عندي في ريزد فلور. ريزد فلور دي بيكون برضو نفس الفكره تمام، ان انا بركب فيها بار، والبار ده ببتدي اوصل من البار الموجود داخل البانل بكيبل 95 ملم سكوير الى البار الموجود في البيزمنت او موجود في الريزد فلور، ومنه بيتم التوصيل للارث جريد. الجي اس اللي قدامي ده
ده هيتم توصيله بالباور ترانسفورمر عن طريق كيبل. لكن في اوقات تانية بيكون الجي اي اس يتم توصيله بالباور ترانسفورمر عن طريق حاجة اسمها جي اي بي. الجي اي بي دي هنشوف شكلها بيعمل ازاي. طبعا الارنجمنت في الحالة بتاعت الجي اي بي هيكون مختلف عن الارنجمنت الموجود قدامي. فهنا هيكون مكان السويتش جير، هيكون مثلا الباور ترانسفورمر. فلو شو لو احنا افترضنا ان ده الجي اي اس روم، نيجي نشوف الصورة اللي بعدها، هنلاقي فيه من الجي اي اس روم اللي احنا كانت موجودة هنا في المكان ده، خرج من الحائط بتاعها حاجة اسمها بالشكل دوت، دي اسمها جي اي بي، جزء من الجي اي اس نفسه، بتكون برضو جاز انسوليتد اس اف 6 جاز. وبعدين بيتم توصيلها بحاجة اسمها البوشنج. البوشنج ده منه هيتوصل بالباور ترانسفورمر عن طريق كوندكتور. البوشنج ده بيبقى برضو موجود له حاجة اسمها ستيل ستراكشر، بيكون شايل البوشنج ده. الستيل ستراكشر زيه زي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، بيتم تقريضه عن طريق نقطتين، النقطتين دول دياجنالي، يكون كل واحد فيهم من طريق كيبل 240 ملم سكوير. طبعا احنا بنتكلم على لو محطة مثلا الريتد فولت كارنت بتاع 40 كيلو امبير اند بيلو، لو اعلى من كده احنا شوفنا ان السايز ممكن يبقى دبل. في الجي اس روم، لو احنا رجعنا للصورة اللي قبل كده، الجي اس روم في حاجة زي دي اسمها كرين. الكرين ده بيبقى الهدف منه ان هو يشيل الاكوبمنت بتاعت الجي اس. لو انا مثلا هعمله من انستليشن من البداية، او ان انا هعمله مثلا مينتيننس، اشيل جزئية اغيرها او اصلحها او الى اخره. الكرين ده نفسه نفس الكلام، بيتم عمله الايرثنج بتاعه عن طريق التو كيبل، كل كيبل 95 ملم سكوير من الجنب ده ومن الناحية التانية. في بعدين في السبستيشن بيبقى فيه لايتنج بول خاص بالإضاءة. برضو لايتنج بول ده بيتعامل معاه كأنه ستيل بول. فالستيل بول ده بيتم تقييده عن طريق وان كيبل 120 ملم سكوير، بيكون برضو يلو جرين بالشكل ده، ومنه يروح لأقرب إرس بار أو يروح إلى الإرس جريد إذا كان مفيش إرس بار موجودة جنبه. لو أنا عندي برضو اتش باك يونت، دي الباك يونت بتاعت المكيفات الموجودة في المحطة. في بعض الأوقات بتكون على الروف بتاع المحطة، وفي بعض الأوقات بتكون موجودة على الجراوند في خارج أو الدور، يعني بتبقى على الأرض بتاعت السبستيشن. فأنا بوصلها برضو نفس الكلام، البودي بتاعها بكابلين، كل كيبل 120 ملم سكوير انسوليتد يلو جرين، بيكون برضو دايجونالي. وبعدين من الكيبل ده بروح لأقرب إيرس بار موجودة جنب الاتش باك يونت. الإيرس بار دي اوريدي بيكون كونكتد مع الإيرس جريد. احنا هنا في المحطة لأي حاجة المفروض بتبقى معدن لازم يتم تقريضها. فأنت عندك مثلا لو عندك ميتاليك كوندويت، عندك ماسورة، الماسورة دي معدنية، الماسورة برضو المعدنية ديت أنا هتم أعمل لها الإرسنج بتاعها برضو، إن أنا هوصلها بكيبل. الكيبل ده 50 مليمتر سكوير، دي هي الكوندويت. وبعدين بيتم التوصيل بتاعها عن طريق كيبل ال 50 مليمتر سكوير دي، بتتوصل بأقرب إرس بار موجود جنبها، والإرس بار بدور بيكون كونكتد مع الإرس جريد. في حاجة تانية هنيجي نشرحها إن شاء الله في المحاضرات الجاية، بتتكلم على اللايتنينج أو الشيلدنج سيستم. الشيلدنج سيستم ده جزء لا يتجزأ من الإيرسينج سيستم، إن شاء الله هنشرحه بالتفصيل فيما بعد. ولكن هنا كجزئية عن الإيرسينج، إن اللايتنينج ماست دي اللي بتستخدم يعني، أو جزء أو نوع من الأنواع اللي بتستخدم في الشيلدنج سيستم، هي حاجة اسمها لايتنج ماست. لايتنج ماست زيه زي لايتنج بول بس ديفرنت، ولكن بيبقى ديفرنت هايت، الهاي بتاعه بيبقى اعلى على حسب الديزاين بتاع الشيلدنج. بيبقى الستيل بتاعه برضو محتاج ان هو يتوصل بالايرثنج سيستم. فهنلاقي هنا اللايتنج ماست متوصل بنقطتين، كل نقطة متوصلة بكيبل 120 ملم سكوير، رايحة الى اقرب ايرث بار موجود في المحطة، او رايحة الى الإيرس بيت الموجودة في المحطة، أو ممكن تكون رايحة إيرس جريد على حسب اللوكيشن بتاع اللايتنينج ماست. برضو عندي الكيبل تري سيستم. أي كيبل تري موجود في المحطة لازم يتم عمل له برضو الإيرسينج سيستم بتاعه. الكيبل تري بوصله بالإيرس جريد أو الأقرب إيرس بار
عن طريق تو كيبل وان كيبل اتش ان، يعني بوصله من طرفين من بدايته ومن نهايته. الكيبل ده 50 ملليمتر سكوير. الكيبل تري بيبقى جاي على حسب طوله طبعا، ولكن بيبقى جاي اجزاء، والاجزاء دي متركبه مع بعضها، فكل جزء ممكن يبقى في حدود 3 متر. فالجزء الاول والجزء الثاني لما يتم توصيلهم ببعض لازم يتم توصيلهم كهربيا برضو عن طريق جامبر. الجامبر اللي هو قدامي في الشكل ده اللي بيكون 50 ملليمتر سكوير، بحيث ان الجزء الاول كهربيا مع الجزء الثاني يكون متوصل، بحيث انا لما اوصل الكيبل تري ده من البدايه والنهايه بالارث جريد يبقى انا كاني موصل كل الكيبل تري بالارث جريد. ده بلان للكيبل تري، ولو انا خدت منه سيكشن بالشكل دوت ممكن اشوف الكيبل تري بالشكل ده، بيكون ده شكل قدامي 3 ليفل، يعني عندي 3 كيبل تري فوق بعض، بوصل البداية والنهاية بتاعت كل كيبل تري بالارث جريد عن طريق كيبل 50 ملليمتر سكوير، وكل سيجمنت للارث للكيبل تري بتوصل بالسيجمنت اللي بعدها عن طريق كيبل كوندكتور او جامبر بيبقى 50 ملليمتر سكوير. دي برضو توصيلة او شكل تاني للكيبل تري، ودي الجزئية اللي بتوضح البوندنج جامبر اللي هو بتوصل بين السيجمنت الاولى للكيبل تري والسيجمنت التانية، وهكذا الى ان ينتهي الكيبل تري. وبعدين من البداية والنهاية زي ما قلنا بنوصل الكيبل تري بالارث اقرب ارث بار عن طريق كيبل 50 ملليمتر سكوير. في برضو جزئية مهمة اللي هي بتتكلم على الإيرسينج بتاع الباور أو الكنترول كيبل أو حتى الإنسترومنت كيبل. فعندي الكنترول كيبل بيتوصل الشيز ميتاليك شيز بتاعها من البداية والنهاية عن طريق كيبل 95 ملليمتر سكوير. الكنترول كيبل في الغالب بتكون موجودة داخل البانلز، فأنا بوصل الشيز بالكيبل 95 ملليمتر سكوير، وبعدين بوصلها بالإرث بار أو الجراوند باس بار اللي موجود في قلب البانل. وبعدين من الجراوند باس بار ده أو الإرث بار اللي موجود في قلب البانل بوصله بالإرث جريد. نفس الفكرة بالنسبة للباور كيبل. الباور كيبل كان لو احنا شوفنا التيبل رجعنا له تاني هتلاقي بيتكلم على السنجل كور كيبل بيتوصل الممتلك شيز بتاعه بطرف واحد فقط بالإرث جريد. ولو انا عندي 3 كور او مالتي كور كيبل بتتوصل، او بيبقى 3 كور كيبل بيتوصل من بدايته ونهايته، بدايه من الشيس ومن نهايه برضو من الطرف الثاني من الكيبل عن طريق الشيس، بيتم توصيله بالارث جريد. في المحطه بيكون في الباوندري وول او الفنس والجيت بتاعه المحطه. الجيت او الباوندر وول بتاعه المحطه بيكون متقسمه لاجزاء، كل جزء والتاني بيكون بينهم بوست او ممكن نقول عليه عمود. البوست ده بيتوصل بالجزئيه اللي جنبه من الفنس او من الجيت، وبعدين انا بوصل البوست دوت بالارث جريد. فالكونكشن او الجزئيه اللي في النص دي بين الجزء ده والجزء ده، ده هو البوست، ده بيتم توصيله بالارث بالجزء التاني من الفنس، ومن البوست ده بيتم التوصيل بالارث جريد. ده شكل الجيت، برضو بيبقى فيها نفس الكلام، هنشوف ديتيل دلوقتي بتوضح شكل الجيت بيبقى عامل ازاي. عندي حاجه تانية زي باوندري وول او شكل تاني من الفنس، بيبقى باوندري وول عباره عن حائط، ممكن يكون بريكاست وول مثلا، حوائط جاهزه بتيجي تركب. برضو بتبقى نفس الفكرة، بيبقى فيه بوست موجود بينه بين كل حائط والتاني، وده اللي بيتم التعريض عن طريقه. في فوق الفنس أو فوق الباوندري وول حاجة اسمها باربد واير. باربد واير ده اللي هو السلك الشائك الموجود على الفنس أو على السور بتاعت السبستيشن دوت، بيتم التقريض بتاعه كل 21 متر، بيتم توصيله بالإيرسينج سيستم عشان يتعمل له تقريض. نفس الكلام، دي ديتيلة بتوضح الكونكشن بين الجيت والبوست بتاعه والبوست والإيرث جريد. فادي عندي الجزء ده من الجيت، لو احنا رجعنا تاني للصورة دي الجيت، فاحنا خدنا الجزئية دي عملنا لها ديتيلة كبرناها شوية عشان تبقى واضحة. فده الجيت بتاعي، اتوصل الجيت ده ب جامبر ده بيبقى 50 ملليمتر سكوير،
وبعدين من البوست ده او العمود اللي هو بتاع الجيت بيتم توصيله بالارث جريد عن طريق برضو كيبل 50 مليمتر سكوير. ده برضو شكل الدور بتاعت المحطة، نفس فكرة الجيت بالظبط، الدور بتاع السبستيشن بيتم توصيل الدور ده بالبوست بتاعه عن طريق باربت كيبل او اسم بريد كيبل. البريد كيبل ده بيبقى 50 مليمتر سكوير، ده شكل البريد كيبل، ودي ديتيلة بتوضح بشكل اكبر شوية التوصيل بين الجيت او الدور والبوست بتاعه. وبعدين من البوست ده بيكون في ترمينيشن تاني هنا، يعني ده الدور بيتوصل من الدور للبوست ده، ومن البوست ده بيتم توصيل عن طريق كيبل 50 مليمتر سكوير الى أقرب إرث بار موجود في المحطة جنب الدور. لو أنا عندي دور دبل ليف يعني له ضلفتين بالشكل ده، فطبعا بيتقرب من ناحيتين. أي سلم بموجود في المحطة بيبقى له هاند ريل. الهاند ريل ده اللي هو الترابزين بتاع السلم، برضو بنفس الفكرة إن أنا ببتدي أوصل الترابزين بتاع السلم ده بكيبل 50 مليمتر سكوير، بيكون الكونكشن بين الهاند ريل ده وأقرب إرث بار موجودة. دي ديتيلة أكبر شوية توضح الكونكشن بين الإرث بين الكيبل والهاند ريل دوت، بيكون عن طريق كيبل 50 مليمتر سكوير، بيبقى يلو جرين نفس الكلام. ده الشكل اللي ممكن يوضح لي البار او الارث بار الموجود في سقف البيزمنت، او ما يكون موجود في على الحائط بتاعت الغرفة، زي مثلا ممكن يكون الباتري روم بيبقى فيه ارث بار بالشكل ده، لان الباتري روم مبيبقاش فيها بيزمنت ولا ريزد فلور، فالارث بار لازم بيتركب على الحائط بتاعت الباتري روم، الحائط الداخلي للباتري روم. هتلاقي نفس الكلام في فايتنج روم، ستور روم، اي روم مش ليها مبيبقاش ليها بيزمنت او مبقاش ليها ريزد فلور، بيتم توصيل او تركيب ارث بار موجود على الحائط الداخلي للروم دي. دي حاجة اسمها مارشنج بار. المارشنج بار دي الوظيفة بتاعتها ان انا ممكن اجمع عليها من الارث بار اللي هو موجود، احنا شفناه من شوية، موجود في الروم سواء البيزمنت او موجود في الريزد فلور او موجود على الحوائط الداخلية دي الغرف اللي ملهاش ريزد فلور او بيزمنت، بتعمل حاجة اسمها مارشنج بار. المارشنج بار ده بيتم تجميع عليه النقاط اللي انا هوصلها بالارث جريد، وبعدين منه بوصله للارث جريد. هنا دي حتة برضه مهمة، دايما الارث سيستم لازم يكون كله كونكتد مع بعض، مفيش اي نقطة مفصولة. فانا عندي ناس مثلا لو سويتش جير روم وادي الكنترول روم لو هي جنبها، طبعا ده يبقى اسبل ارنجمنت بتاع السبستيشن لاي اوت، وادي البيزمنت بتاع السويتش جير روم، وده الريزد فلور بتاع الكنترول روم. لو انا عندي بار، احنا قلنا هيبقى في بار في البيزمنت بتاع السويتش جير روم، وقلنا هيبقى في بار موجود في الكنترول روم ريزد فلور، فلازم اوصل البار ده بالبار ده. فانا بنعمل فتحه في الحائط اللي بين الريزد فلور والبيزمنت، وبيتحط فيها سليف، وبعدين يتم عمل كونكشن بين البار ده والبار ده بالشكل ده. نفس الكلام هنا، لو انا عندي مثلا دي باتري روم، قلنا الباتري روم العلامه دي معناها ان دي ارض، يعني مفيش فيها ريزد فلور ولا بيزمنت، فالباتري روم دي انا محتاج ان انا اوصلها لو جنبها مثلا سويتش جير روم بالشكل ده. فانا عاوز اوصل البار الموجود في قلب الباتري روم مع البار الموجود في البيزمنت بتاع السويتش جير روم، فهيبتدي اخد الكونكشن ده، بيكون الكيبل 240 ملم سكوير، بعمل اوبننج في الارضيه بتاعت الباتري روم واخرج بيها في سليف. السليف دي بيكون السايز بتاعها 50 مليمتر كديامتر، وبعدين ابتدي اوصل الكيبل ده بالبار اللي موجوده في السويتش جير روم. يبقى انا كده عملت كونكشن بين الايرثنج سيستم في الباتري روم والسويتش جير روم او البيزمنت بتاعها. لو انا عندي تو روم بالشكل دوت، الاثنين ملهمش بيزمنت ولا ريزد فلور زي الباتري روم او النوفيك روم. النوفيك روم دي اللي هي بتبقى بتاعت الفاير فايتنج روم، فبرضه بعمل اوبننج في الحائط اللي بينهم، ويتم توصيل البار اللي موجوده في الروم دي مع البار اللي موجوده في الروم الثانيه. المهم ان لازم يكون الايرثنج سيستم كله كونكتد مع بعضه، مفيش اي نقطه مفصوله عشان
ما يعملش اي ضعف في السيستم. في حاجة مهمة جدا جدا بتبقى موجودة في الايرثنج سيستم اسمها ايرث بيت. الايرث بيت دي بتكون نقطة خارج المحطة، ممكن تكون مثلا اربع، ممكن يكون في موجود اربع ايرث بيت. الايرث بيت دي بيكون جواها، هي عبارة عن زي حاجة زي البلاعة كده بالظبط، بيكون جواها بار، ده البار الموجود جواها، وبعدين بوصل عليها كل الكونكشنز الجاية من الايرثنج كونكشنز اللي جاية من، سواء كان شيلدنج بيتم توصيل الكيبل من الشيلدنج ماست الى الايرث بار. من الايكومنت نفسها اللي انا قلت، طبعا بنوصل الايكومنت بالبار الموجودة في البيزمنت او الريز فلور او في الغرف نفسها، بعدين باخد كونكشن من البار اللي موجود ده بوصله بالايرث بيت. كل الكونكشنز اللي عندي بوصلها على الايرث بيت، وبعدين باخد نقطتين زي ما شايف، النقطه الاولانيه دي والنقطه الثانيه دي، ببتدي اوصل النقطتين دول بالايرث جريد. دي اهميه الايرث بيت، ان انا اوصل بيها السيستم بتاع كل الايرثنج سيستم، سواء اكوبمنت او نيوترال او شيلدنج او الى اخره، بيتم توصيل الكلام ده كله بالايرث بيت، والايرث بيت دي بيتم توصيلها بالايرث جريد. من مهام تانية الايرث بيت ان انا ممكن اعمل تيستنج للمشاكل او النقاط اللي حصل فيها ديسكونكت، او اللي انا شايف ان فيها مشكله في الايرثنج. انا مثلا مش عارف المشكله عندي موجوده فين، في تسريب معين موجود، فممكن ابتدي افصل كل النقاط واسيب نقاط معينه، وابتدي اقيس مثلا الجهود عندها او الكرنت عندها، وابتدي اشوف النقاط دي هي التسريب حصل فين او المشكله موجوده عندي فين، فممكن تسميها ايرث بيت او تيست بيت. دي ديتيل او دي سيكشن ليها، ده الشكل ده بلان، لو انا خدت منه سيكشن بالشكل ده فهشوفه بشكل رأسي، هتلاقي دي الايرث بيت، ده عمق بتاعها، وبعدين ده الايرث بار اللي موجود جواها، ودي الكونكشنز مع الايكوبمنت المختلفة، سواء انفورسمنت ايرثنج او شيلدنج او لايتنينج سيستم او الايكوبمنت ايرثنج الى اخره. وبعدين بيتم توصيل الكيبل الايرث بار ده بتو كونكشن مع الايرث جريد. اخر حاجة هنشوفها النهاردة بيكون ممكن تكون موجودة في المحطات، ومش كل المحطات بيبقى فيها الكلام ده. لو انا عندي محطة دي كونكشن بتاعها مع الريموت انت بتاعتها عن طريق اوفر هيد ترانسميشن لاين، فالاوفر هيد ترانسميشن لاين او التاور ده بيكون عالي، فبالتالي انا عاوز انقل الكيبل ده داخل المحطه، فبحط حاجه داخل المحطه اسمها جانتري. الجانتري ده بيكون ارتفاع اقل من التاور، الكيبل بيتنقل من او الاوفر هيد ترانسميشن لاين بيتنقل من التاور الى الجانتري. وبعدين في حاجه تانية ممكن تعمل، ممكن من الجانتري دايركت للاكوبمنت، او من الجانتري الى حاجه اسمها كيبل سيلينج اند، ومن الكيبل سيلينج اند دي بيكون ارتفاع اقل من الجانتري طبعا، وبعدين منها الى كونكشن مع الجي اي اس. فالجانتري دوت زيه زي الستيل ستراكشر اللي احنا اتكلمنا عليه في البدايه، فبيتم برضو توصيله دايجونالي عن طريق تو كيبل، كل كيبل بيبقى 240 ملم سكوير، ومنه الى الايرث جريد. وبهنا بكون المحاضره بتاعتنا انتهت، وان شاء الله تكون محاضره مفيده. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.